طبعا الآن إن شاء الله هنتناول النموذج اللي بنسميه سلسلة القيمة. طبعا نموذج سلسلة القيمة أيضا من أشهر النماذج الخاص بتحليل البيئة الداخلية. ونموذج سلسلة القيمة طبعا اللي طوره مايكل بورتر، وهو من أشهر أساتذة الإدارة في جامعة هارفارد. علوم تحليل البيئة، نموذج سلسلة القيمة Value Chain، هو مجموعة مترابطة من الأنشطة التي تخلق القيمة المضافة، والتي تبدأ بالمواد الخام زي ما أنتم شايفين. تبدأ بالمواد الخام، أنشطة المواد الخام يعني أنشطة خلينا نقول التوريد أو أنشطة الحصول على المواد الخام والموارد، ثم الأنشطة ذات القيمة المضافة المشاركة في إنتاج وتسويق منتج أو خدمة، يعني المواد الخام، العمليات التشغيلية، التصنيع، التوزيع، البيع بالتجزئة. فالمقصد أنه الـ Value Chain Analysis أو سلسلة القيمة بتضم جميع الأنشطة المؤسسية اللي بتعالج قضايا الزبون من عند ما نطلب المواد الخام إلى حد ما نسلم المنتج للزبون نتعامل معاه من خلال منتج متكامل. فزي ما أنتم شايفين بتضم الأشياء من بداية سلسلة القيمة وبتنتهي عند الكاستمرز، عند الزبائن بالبيع بالتجزئة. لو فيكم حدا درس سبلاي تشين أو سلسلة التوريد هيلاقي هذا الأمر واضح بشكل كامل، وفي محطات تفصيلية أكثر. تحليل سلسلة القيمة هو عملية تحديد الأنشطة الأساسية والداعمة. هذا بورتر قال لي إنه الأنشطة في المؤسسة ممكن تصنيفها إلى نوعين أساسيين، أنشطة أساسية وأنشطة داعمة. أنشطة أساسية وأنشطة داعمة. وبالتالي يبحث النموذج في القيمة التي تضيفها الشركة لكل مرحلة ويكشف عن القدرة التنافسية للشركة. إذن باختصار شديد بورتر نظرته كانت أنه خلينا ننظر على الأنشطة الأساسية في الشركة، لأن الشركة بالنهاية مجموعة أنشطة، يعني عندي أنشطة تسويق، أنشطة إنتاج، أنشطة تصنيع، أنشطة مثلا تخزين، أنشطة موارد بشرية، أنشطة نقل، أنشطة بيع، أنشطة علاقات زبائن، وهكذا. يعني نحن لو نظرنا للشركة عن طريق الأنشطة ممكن أيضا أن احنا نحلل البيئة الداخلية للشركة. لكن ما يميز كلام بورتر أنه ما اكتفاش فقط يعني بعد الأنشطة المؤسسية، لا، الرجل نظر إلى الأنشطة كأنشطة أساسية وأنشطة فرعية. طبعاً الشركات مش كلها، يعني هذا النموذج مشكلته الأساسية أنه نشأ في عالم الصناعة، في وفق مبادئ رأس المال، يعني المبادئ الرأسمالية، انسجامه مع القطاعات الثانية يمكن يكون قليل زي ما حنشوف في العيوب تبعات النموذج. فبورتر قسم النموذج إلى قسمين زي ما أنتم شايفين. قال لي الأنشطة المؤسسية هذه ممكن تكون أنشطة رئيسية أولية زي ما أنتم شايفين اللي تحت هذول، سماها هو الانباوند لوجيستكس أو الإمدادات الداخلة، يعني المواد الخام وما يستلزم من عمليات لجلب المواد الخام، والتشغيل للعمليات التشغيلية وما يستلزم ذلك من عمليات إنتاجية وعمليات تركيب وعمليات تخزين وغيره، والإمدادات الخارجية اللي هي بعد ما يخلص المنتج كيف ننقله ونخزنه وهكذا، والتسويق والمبيعات
وهذا طبعا جزء أساسي من عمل المؤسسات. يعني دروكر بيقول إنه المؤسسات عبارة عن أو أهم شغلتين، أهم وظيفتين من وظائف المؤسسات هي التسويق وتطوير المنتجات، وآخر حاجة الخدمات اللي هي بتنظم علاقة المؤسسة مع الزبائن. فهذا الرجل ما نظرش للموارد كموارد، نظر للأنشطة، وبالتالي قال لي عشان تصل لميزة تنافسية لازم تهتم بالأنشطة الرئيسية اللي هي خمس أنشطة: إمدادات الداخل التشغيل، إمدادات الخارجية أو الخارجة، التسويق والمبيعات والخدمات. تمام؟ لكن قال لي خد بالك وانت ماشي في الأنشطة هذه المتتالية في أنشطة داعمة أخرى. الأنشطة الداعمة هي اللي بتخدم كل الأنشطة الرئيسية الخمسة. ففي عندك مشتريات، والمشتريات بتضلها ماشية معاك في كل على طول الطريق procurement. في عندك technology development، تطوير التقنيات، برضو تضلها ماشية معاك. في عندك الموارد البشرية، وفي عندك خدمات إدارية وتنظيمية. هذا النموذج طبعا له وجاهته، له استخدامه زي ما حكينا في بيئة الصناعات بالدرجة الأولى، لكن موجود ومن الممكن تطبيقه على أي مجال، مش قصة يعني، لكنه ينطبق بشكل أكبر على الصناعات. فنموذج تحليل أو نموذج سلسلة القيمة لا يخلو كتاب في الإدارة الاستراتيجية من هذا النموذج، لأنه بيعرض الشركة بطريقة مختلفة بعيدة عن الموارد أو قصة الموارد. يعني مدخله لدراسة الشركة هو الأنشطة وليس، أو مدخله لتحليل البيئة هو الأنشطة وليس اللي هي الموارد والقدرات والشغلات اللي هي. تمام؟ مين عنده استفسار لحد النقطة هذه في الشكل الموجود أمامنا؟ سعيد، أستاذ سعيد عندك أي استفسار؟ لا دكتور بالغلط. ماشي، عشان إيدك مرفوعة إلى الآن. طيب ماشي، في حد عدين عنده استفسار يا جماعة؟ طيب الآن هذا السلايد بتوضح لنا كل واحدة من المبادئ الخمسة الأساسية أو الأنشطة الخمسة الأساسية: لوجستيات الواردة، استلام البضائع أو المواد الخام، التفتيش، التخزين، استلام البضائع المرتجعة، كل هذه بسموها لوجستيات واردة. العمليات التشغيلية تشمل الأنشطة المرتبطة بتحويل المواد الخام والمكونات إلى منتجات جديدة، يعني التصنيع. اللوجستيات الصادرة هي أنشطة مرتبطة بمعالجة الطلبات والتعبئة والشحن، طلبات الزبائن، الطلبيات، والتي تتعامل مع توزيع المنتج النهائي على المشترين. تسويق المبيعات، تسويق العميل بمعلومات حول تميز المنتج مما يؤدي إلى البيع. يشارك التسويق والمبيعات في تحديد قناة توزيع المنتجات والتسعير والترويج والبيع الشخصي وما إلى ذلك. وخدمة الزبائن هي الأنشطة اللي بتتضمن أن احنا نبني علاقات مع الزبائن من خلالها نوضح له أهمية المنتج واستخدام المنتج ونسأله عن رضاه ونكسب وده ونحاول نخليه يكون يعني أحد العناصر المهمة في التسويق للشركة. هذول هم تعريف الأنشطة الأساسية. أما الأنشطة الداعمة الأربعة الأخرى فهي المشتريات. واضح أنه هي تعبر عن الأنشطة اللي بتشيل لوظيفة الشراء. المشتريات تدعم طبعاً جميع الأنشطة الأساسية. أنشطة تطوير التكنولوجيا، أنظمة شاملة توفر نظرة عامة على المنظمة بأكملها. إدارة الموارد البشرية، توظيف، تدريب، احتفاظ بالموظفين، تحفيز الموظفين. غالبا ما تقع على عاتق قسم الموارد البشرية مسؤولية توفير المهارات المناسبة في الوقت المناسب في الأقسام المختلفة.
وأنشطة البنية التحتية اللي هي خدمات إدارية وتنظيمية هي نوع من البنية الفوقية أو المظلة التي تغطي جميع الأنشطة الأخرى، وهي تدعم كل الأنشطة سواء أساسية أو أنشطة داعمة، وأشمل تنظيم الشركة والإدارة والتخطيط وإدارة الجودة والتمويل وما إلى ذلك. من عيوب، نيجي لآخر نقطة في هذا النموذج مش هنطول فيه كثير، من عيوب نموذج سلسلة القيمة إنه تم إنشاء هذا النموذج على أساس الشركات الأمريكية الكبرى، وبالتالي من الأفضل إعادة ترتيب السلسلة. يعني الآن لو بدنا نفكر في سلسلة التوريد أو سلسلة القيمة عفوا، من الممكن إنه ما ننظرش إليها بنفس يعني منطوق بورتر، لأن الكلام اللي كان يحكي فيه سابقا تغير من وجهة نظر بعض العلماء. ستبدأ العديد من الشركات في الإنتاج فقط عندما يتم بيع البضاعة مسبقا. بناء على هذه المعرفة يبدو الهيكل الخطي للنموذج جامدا جدا. بقول لي هذا النموذج بيستوعبش حاجة بنسميها البوش والبول، يعني هو مبني على فكرة البوش، أصنع وأرسل إلى السوق، مش مستوعب قضية البول اللي هي أصنع بناء على الطلبيات الموجودة في السوق. يحتوي النموذج على ميل داخلي لوضع الشركة في موقع دفاعي على حساب إبداع الشركة واستعدادها للتغيير. إنهم يبحثون دائماً عن تحسينات صغيرة فيما يتعلق بالمنتج الحالي، وهو شكل من أشكال الابتكار التدريجي. لا يتضمن النموذج خيار التبديل إلى شيء آخر، إنه ثابت للغاية. على العموم، النموذج مش صعب، وكل الفكرة من وراه تقسيم الأنشطة، أنشطة المؤسسة، إلى قسمين أساسيين: أنشطة أساسية رئيسية وأنشطة داعمة. الأنشطة الرئيسية 5 أنشطة، والأنشطة الداعمة 4 أنشطة. الفكرة من وراء إنه الشركة تحاول تضيف قيمة على كل جزئية من جزئيات الأنشطة الأساسية، وتستخدم الأنشطة الداعمة في تيسير الأنشطة الأساسية بشكل فعال. إذا عملت زي هيك، النموذج بيفترض إنه الشركة ستصل إلى الميزة التنافسية، وبالتالي حتتقدم بشكل أفضل في السوق، تتعامل مع الأمور بشكل أفضل. طبعا هذا النموذج يعني معروف، ومن الممكن استخدامه بسهولة عبر الجداول، يعني ما فيش فيه أي إشكالية. تفضل أستاذ علي. دكتور، الآن دكتور هذا الكلام واضح يعني وضوح الشمس، وهذا ينطبق بشكل مباشر على الشركات او القطاع الخاص، بس نحن كهيئات حكوميه ووحدات حكوميه كيف نستفيد من هذه السلسله، سلسله القيمه؟ في لها اسقاطات يعني على الشركات الحكوميه والشركات الخدميه، بس زي ما قلت لك انا في البدايه انه هي ارتباطها بالصناعه اكثر، وارتباطها بالقطاع الصناعي والمنتجات اكثر من ارتباطها بالقطاع الخدمي، تمام؟ وبالتالي في الخدمة هتلاقي لها تطبيقات مختلفة، يعني أكيد الأبحاث في هذا الجانب موجودة. إذا حابب أنت تستزيد ممكن هيك نبحث عن الموضوع ونلاقي لك كيف بتصرفوا في القطاع الخدمي والقطاع الحكومي والقطاع العام. لكن في القطاعات الصناعية هذا النموذج أصلا نشأ لخدمة القطاعات الصناعية. فسؤالك تمام، يعني أنت سؤالك مبرر ويحتاج حقيقة إلى البحث عشان نقدر نجيب عليه بشكل منطقي وبشكل سليم. شكرا دكتور، شكرا. طيب يا جماعة.